برحب بكم أحبائي ومشاهدينا في برنامجكم المسيح في النبوات بحب أرحب باسمكم حضرة السجون. أهلا بيك مرة تانية الوقت بيعدي بسرعة في الحلقات حضرة السجون وبيبقى فيه كلام كتير أنا عارف بس الرب عم يباركنا مع أنه عم نقدر نقدم شيء بسيط لأنه المادي غني لكن الوقت مش كافي لكن نشكر الرب أنا أثق بالقليل أنه الرب حيباركه أشكرك ما زلنا في الجزء الخاص بنبوات الصلب وصلنا النهاردة وعنوان حلقتنا الفضة والخيانة هتقول لنا ايه وتقول للمشاهد اللي بيتابعنا عن يهوذا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن يهوذا لكن عايزين نتكلم بشكل خصوصي اكتر عن الثمن اللي باع بيه يهوذا سيده نعم راح بقرا هالمره بنعمه الرب من بشاره متى الاصحاح السادس والعشرون مم. بيقول الوحي المقدس بشان خيانه يهوذا اتفضل بالعدد الرابع عشر بيقول حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوتي ذهب إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه لكن هذه الفضة اللي أخذها يهوذا مع أنه كان مفروض يكون واعي جدا ويتوب عن أفكار الشر اللي جاءت بباله بقلبه وبالتالي يتمتع بالمسيح مخلص مم. وفادي لكنه تمادى في خطيئته لكن اللي صار انه لما راى ان المسيح حوكم مم. ندم ورد الفضه فبيقول الوحي المقدس بحسب متى 27 مم. بيقول ولما بالعدد الاول ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي البنطي الوالي مم. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين أي أن المسيح قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر يعني ما بهم واحد يندم قبل ما أكمل لأنه بحب أنا أستفيد من الفرصة هناك كثير ناس من رجال الدين بلا ضمير يعني لو شافوا شخص تحت شيء ثقل الضمير يعني شايف لو انه هالجماعه لما, لما قالوا له لما قالوا يهوذا كذا وكذا انه انا ندمت لو كفين كان كان بقلبهم فعلا ايمان ورحمه ربما كان الله اتعامل معهم وتعامل مع يهوذا والقصه اختلفت تماما تماما كان مش بالضروره يهوذا يموت ويهلك والكهنه هؤلاء مم. كانوا تابوا لكن بسبب قساوه القلوب الكل قضى على الكل فبيقول كذا مقدس امر صعب يا سيسي. امر صعب مم. ساعتها لما قالوا ماذا علينا مم. انت ابصر يعني انت دب راسك احنا استفدنا منك وخلاص خلاص مم. يعني خيانه بخيانه يعني والدين صار تجاره والخاين مصيره <applause> الهلاك يقع في الخيانه هون نعم ساعتها بيقول فطرح الفضه يهوذا في الهيكل وانصرفه ثم مضى وخنق نفسه فاخذ رؤساء الكهنه الفضه وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانه لانها ثمن دم مم. ثمن موت ثمن يعني ثمن نفس بمعنى مم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار فاشتروا بها حقل الفخار مقبره للغرباء مم. يعني استفادوا الغرباء اللي ما كان عندهم قبر مم. وانا قبل ما اتابع اخ اندرو بحب اقول للاحباء المشاهدين يهوذا يعني على القليل يعني طبعا هو هلك وراح لكن استفادوا الغرباء من, من خيانته من خيانته م. فانا بقول حاشا يعني انه الامر يكون لكن يا احبائي رجاء خاص تعلموا درس من يهوذا وخلينا كلنا نقبل الرب يسوع المسيح مخلص الشخصي لحياتنا حتى ما نبقى غرباء بل نصير قريبين كما هو مكتوب في الكتاب المقدس انتم انتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لانه هو اي يسوع سلامنا. ونسلك حياه الامانه يهوذا ما كانش امين زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت. صحيح. وبيتابع الوحي وبيقول تشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبره للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب أمين اسمح لي حضرة الأسيس عندي كذا سؤال مهم السؤال الأول اللي بنجده في بعض الكتب اللي الأحباء مش فاهمين كعادتهم الكتاب المقدس ومش فاهمين المرجعية اللي بتقام عليه الكتاب المقدس وبدأوا ينقضوا من وجهه نظر ضيقه بيقولوا انه فتشوا في سفر ارميه ما لقوش النبوه دي موجوده وكان مت هنا غلطان وكان المواضيع كلها كتابه بشر لا هي وحي ولا غيره ترد عليهم تقول يعني كانه عم بيقولوا تحريف وتخريف بالضبط طيب آه لازم ننتبه نحن يا احبه انه قبل ما نحاول نقد كلمه الرب دائما نتذكر انه اذا نحن ما لقينا تفسير مباشر وسريع للامر لابد عند غيرنا من العلماء اللاهوتيين عندهم تفاسير ولابد أن يكون فعلا في شيء منطقي وإلا يعني المسيحية قائمة على الإيمان وممحصة في تمحيص دائم يعني لو كان فعلا ما كتب قديما وكتبه متى بالذات أنه هذا الأمر تم وكان خطأ فعلا بالنسبة لليهود كتاب اليهود الفقهاء علماء الدين عند اليهود كانوا ناقضون وكتبوا كتابات طويلة عريضة لكن ولا واحد منهم كتب ضد هذا الامر نفس الامر اللي حضرتك قلته ودي اجابه بصراحه أعجبتني جدا لما اتكلمنا عن ثلاث ايام وثلاث ليالي نعم فقلنا كده لو الاناجيل كتبوا واليهود والكتبه والفريسيين موجودين ما كانوا قالوا ده يسوع قال كذا وطلع كذاب وما عادش الفتره دي. لكن قبلوا الامر لانهم كانوا عارفين ان يسوع بيتكلم من وجهه نظر صحيح. الفكر اليهودي نعم هلا الفكره كلها انه نحن لازم ننتبه انه في امور صارت مع اليهود م. ناس كتار منا ما بيعرفوها واذا قرانا امر بنظن انه هو خطا لكن هو مش خطا م. يعني كانوا بالماضي مقسمين اصفار الشريعه م. او الكتاب العهد القديم لثلاث مراحل او العهد القديم اللي موجود بين ايدينا نعم اليهود قسموه بهذا المفهوم وكانوا م. ينظروا اليه بهذا المفهوم م. يعتبروا كانوا اصفار الشريعه م. يعني الجزء الاول اصفار م. موسى والشريعه وكانوا يعتبروا سفر المزامير هو الجزء الثاني فيه يضم اصفار امور اخرى مثل سفر مثلا نشيد الانشاد سفر الامثال يعني اصفار الحكمه وغيره اصفار الحكمه نعم آه. والجزء الثالث كان يعتبر ويدعى سفر ارميا لانه ارميا من الانبياء الكبار مش كبار بالعمر كبار يعني بالحجم م. حجم كتابه م. فكان باقي الانبياء يضموهن مع بعضهم وهو اوله يعتبر سفر ارميا فمن اجل ذلك شو كانوا يقولوا كانوا يقولوا مثلا قرانا او لكي يتم ما قيل من الرب بسفر ارميا، بس المقصود بكتاب ارميا بكتاب ارميا كلمه سفر يعني كتاب نعم عشان و... بس المشاهد اللي مش عارف المصطلحات اللي موجوده في كتاب المقدس صحيح، آه. فهلا لما كان يستعير الكاتب مم. يقول مثلا هيدي مكتوبه بسفر ارميا او بكتاب ارميا، المقصود فيها يعني باحد اجزاء الانبياء الموجودين بكتاب ارميا، لكن البعض الاخر حاول انه تفسير اخر وشو قال؟ لكي يتم ما قيل لكي يتم ما قيل من الرب م. وبالنبي القائل م. لكي يتم ما قيل من الرب في الجزء الاول انه تم م. الامر انه 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 يهوذا باع م. وهذا الامر صار يعني كما لو انه مكتوب بكتاب زكريا م. والنبي القائل اللي قال عفوا انه مكتوب بسفر ارميا وبالنبي القائل يعني كلمة الواو محذوفة، لاحظ مثلا الكتاب، لاحظ آه. لاحظ كيف حتى أنا أسهلها على الأحبة. لاحظ بيقول أنا فهمت يا بيقول لهذا سمي ذلك الحق الحق الدم إلى هذا اليوم حين إذ تم ما قيل بإرميا النبي بإرميا وفي كلمة والنبي القائل يعني حين تم ما قيل بإرميا ككتاب عام شامل وبعدين لو حطينا الواو وقرأنا والنبي القائل وأخذوا 30 ثلاثين يعني ضمن من, من الكتاب ضمن من الكل نعم المقصود فيها إنه ما هو مكتوب أو ما قيل من إرميا لأنه البعض شو بيقول بيقول وقد يكون عن جد صح 100% صح وانا انا بامن فيها أكثر انه ارميا قالها كنبوءة لكن لم تدون فتناقلها الشعب وحفظوها وبالتالي صارت معروفه لديهم من اين زكريا جاء ودونها وبعدين زكريا النبي جاء من بعد ارميا بفتره طويله وبالروح القدس دونها ودونها بارشاد من الروح القدس ها. فمن اجل ذلك عندنا كذا احتمال وكل احتمال يؤكد لنا ان ليس هناك خطا زي ما حضرتك يعني كنا بنتكلم قبل الحلقه وبنقول هنفتح العهد الجديد مثلا اعمال الرسل فالانجيل انا ممكن اقول انا قريت الانجيل بس اكون قريت رساله معينه صحيح. او بتاع لكن بتكلم على الكتاب العام صحيح امين السؤال الثاني برضه المطروح في ذهن المشاهدين اللي اللي بيشاهدونا دلوقتي طيب ما يهوذا ندم ورجع للكتبه زي ما حضرتك قريت في في سفر انجيل متى صح 27 ورد وندم لانه وجد نفسه سلم شخصا بريئا. نعم. طب ما بطرس انكر ولعن وجدف وقال لست اعرف هذا الرجل وقعد بعيد خالص وهرب من ورا المسيح وبعد شويه خد التلاميذ وراحوا عند بحيره طبريه وضرب كل الاعلانات وكل الدلال اللي ظهرت امامه وراح يتصيد. يعني ايه الفرق؟ الفرق بين انه واحد ندم من كل قلبه والثاني ضميره هاج عليه. مم. بطرس لما انكر المسيح مم. وصاح الديك وتذكر ما قاله له الرب يسوع انك انت ستنكرني ثلاث مرات قبل ما يصيح الديك ساعتها لما انتبه على حاله وبسبب الضغط والخوف مم. يعني بطرس عم بيخون او عم ينكر الرب يسوع تحت الخوف والضغط يهوذا ما كانش مضغوط يهوذا كان مرتاح 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 ما كانش عليه خطر قرار ارادي منه قرار ارادي بطرس كان تحت الضغط انا لا مم. اقول انه اذا كان المؤمن مش من برا يعني انا مبرر لا م. لانه مش مفروض يقول المؤمن انا تحت الضغط لازم انكر المسيح عشان و... ما حدش بس يسمعنا يقول انا تحت الضغط اعمل الخطيه الفلانيه تحت <applause> الضغط يعني على مبدا الناس الاخرين الد... يعني الضرورات تبيح المحظورات بس برضه انه بسبب انه كان تحت الضغط بطرس ولا تنسى انه كان روح الخدس بعد ما حل على التلاميذ وعلى الكنيسة لأنه بالروح القدس استطاع بطرس أن يواجه كل رؤساء الدين م. وقال لهم لبني إسرائيل ولا الرؤساء قال لهم أنتم أنتم بأيد أثمة صلبتموه للمسيح هذا هو المسيح م. فاستطاع أن يواجه كل الرؤساء بينما بسبب عدم وجود الروح القدس بحياته وبسبب الخوف الكثير خاف من جاري وأنكر المسيح قدام الجاري م. فهنا مش عم برر أنا طبعا لكن عم بعطي أسباب وايضاحات فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا يعني من قلبه من حرق قلت القلب ندمان 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 كم من المرات نحن كمؤمنين بنضعف بأشياء معينة م. وصدقني بحس حالي بقول بينكسر قلبي لما بغلط غلطة بسيطة بسيطة بينما أنا قبل الإيمان كنت أعمل السبع وضمتها وما حس على حالي أنه تعبان م. لكن يهوذا يختلف يهوذا كان مرتاح ما في عليه ضغط ولا شيء راح بسبب الطمع طلب من رؤساء الكهنة أنه يعطوه الفضة حتى يسلم المسيح فمن أجل ذلك ضميره ضميره هاج عليه انت ما تنسى انه كمان الانسان لما بيوصل للحد الاخير للحال يعني لحاله رفض 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 م. رفض رفض وعم بيأسي قلبه باستمرار مثل ما عمل فرعون ما فرعون اسى قلبه كان الرب يقول له بواسطه موسى اطلق شعبي ليعبدوني في البريه م. قال له اسرائيل لا اطلق والرب لا اعرف فقص فرعون قلبه مكتوب في الكتاب، فقص فرعون قلبه، فقص فرعون قلبه، فقص فرعون قلبه، فقص فرعون قلبه، قام الرب قال له لا لا لا، أنت ما بتعرفش تأسس تأسي قلبك، أنا راح أسي لك قلبك، ساعتها دون الوحي وقال: فقص الرب قلب فرعون. المقصود إنه كان نسميها ندم يهوذا هو عملية إن ضميره بيوجعه. ضميره بيوجعه الى حد انه معش طايق حاله يحمل يعني رح ي... يعني خلص خلص وصل ل... لمرحله انه مش قادر يقبل يعيش يعني كان ندم يهوذا مجرد انه ضميره وجعني لكن توبه بطرس كانت توبه حقيقيه من كل القلب نعم حب... حضره الاسيس قلت انه النبوه دي مذكوره في سفر زكريا ده اللي هنشوفها احبائي المشاهدين بعد الفاصل ما تمشوش خليكم معنا تابعونا بعد الفاصل شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج، إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.akarmatv.com، أو رسلنا علي بوكس pox3610sillbeach, كاليفورنيا 90740 سعداء احبائي المشاهدين نتقابل مره ثانيه وقبل الفاصل كنا بنتكلم حضرتك الأسيس انه المذكور في انجيل متى 27 عن ال30 من الفضه وحقل الفخاري قلت لي ان هو موجود في سفر زكريا صح 11 نعم. نقدر نشوف ونسمع الكلمه دي نعم اذا بتحب اني قبل ما اتكلم عن الموضوع ده راح اذكر تقريبا قليلا موضوع انه باع المسيح يهوذا ب30 قطعه من قطعه فضه ال30 قطعه فضه ثمن عبد وبحسب سفر الخروج 21 م. بيقول الرب بسفر الشريعة أنه إذا نطح ثور ثور عبد أو أما آه وقتله م. بيدفع لصاحب العبد 30 قطعة فضة يعني المسيح بيع كعبد مثل يعني ما يوسف بيع عبدا لكن يوسف بيع ب 20 قطعه فضه لانه هذا الامر كان بين المسيح ويوسف زمن طويل م. ففي غلاء معيشه <applause> غلاء معيشه لكن حضرة الأسيس الملك اللي فرشوا الثياب وحطوا صعوف النخل أمامه هتفوا قدامه وصلنا لما يجي يقدروه نعم يتبع كعبد هل هذا الشيء اللي رح نقرأه بحسب سفر زكريا اتفضل نعم أسيسي. بيقول الوحي المقدس بزكريا وزكريا طبعا قبل المسيح تنبأ عن هالموضوع بحوالي 519 سنة 520 سنة اتفضل قبل الميلاد مم. بيقول بزكريا 11 مم. آه عم يتكلم هون زكريا وبهو فيما هو يتكلم عن قصه معينه عن امر موقف عن موقف معين كان عم بيشير للمسيح للنبؤة للنبؤة بيقول فأخذته بعدد عشرة بيقول فأخذته عصايا نعمة وقصفتها لانقض عهدي الذي قطعته مع كل الاسباط هنا كان اشارة لنقد العهد الأول مع بني اسرائيل لأنه الرب كان عامل معهم عهد يوم أخرجهم من مصر يعني عهد كان عامل معهم عهد انه الرب سيباركهم وياتي بهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا لكن قال لهم قال لهم ان سمعتم واطعتم تاكلون ثمر الارض ثمر الارض لكن انت تمردتم وابيتم لكن انت ابيتم وتمردتم فبالسيف تؤكلون لان فم الرب يتكلم م. فبنشوف نحن انه رفضوا انه يثبتوا في العهد والرب م. قال لهم بارميا 31 قال انا اهملتهم لانه لم يثبتوا في عهدي م. بيقول لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم بس عشان المشاهد اللي بيشاهدنا العهد معناه اتفاق بين اثنين العهد غير الوعد نعم لكن العهد رح نتأمل فيه بالحلقه الجاي اذا مم. اذا الرب سمح او اللي بعديها ما بنعرف كيف الرب بيسمح بنعمل لكن بنشوف نحن انه الرب هون بسبب موت المسيح ورفض المسيح نُقض العهد مم. ويقول الرب ايضا بفم زكريا بيقول فنُقض في ذلك اليوم اي العهد وهكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب كيف يعني علم أذل الغنم لي لأنها كلمة الرب أذل الغنم المقصود فيها هي يعني المساكين اللي مم. آمنوا بالمسيح مم. عرفوا أنه هيدا الأمور اللي عم تصير كلها مكتوبة بحسب كلمة الله اللي مم. صار مع المسيح هو كله مكتوب ومدون في الكتاب المقدس أذل الغنم المساكين عرفوا نعم. والكتبه والفرسيين اللي في ايديهم الكتاب والشريعه والناموس نعم وبيامروا بالناس انه يطبقوه ويعيشوا بها ما عرفوش ما هو رب قالوا يا غريبه غديم. نعم قالوا يا رب بهذه العباره بالعهد القديم قال لهم كيف تقولون اننا حكماء وشريعه الرب معنا حقا ان كان قلم الكتبه والفرسين يعني الكتبه حول الشريعه الى الكذب فبنشوف نحن انه الانسان الحكيم في عيني نفسه يحمق في نق... يعني الله بيحمق له مشورته مم. بينما الانسان البسيط اللي, اللي قلبه مفتوح وعطشان وباحث عن الحق الله بيساعده وبينور له طريقه مم. فيقول الوحي المقدس بهذا الشان ايضا مم. بعد ما بعد ما قطع العهد بيناتهم بيقول فقلت بعدد 12 فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثلاثين من الفضه. نفس الرقم اللي خده يهوذا نعم. من الكتب. فقال لي الرب القها الى الفخاري م. الثمن الكريم الذي ثمنوني به. وهون في احتجاج على انه كيف القيها الى الفخاري ويهوذا القاها في بيت الرب. م. الكلمه القيها الى الفخاري المقصود فيها انه انتهى امر الفلوس، امر الفضه م. بانه حقل الفخاري اشترى. مم. اشتروا حقل فخاري فالفكره انه كيف القيت اين القيت الفضه هل في الهيكل او القيت لصاحب الحقل الفكره كلها النتيجه في النهايه نشتري بها حقل فخاري اشتريا وبنتيجه صارت الحضه الفضه في حضن الفخاري بالضبط هذا الموضوع اه وبعدين يقول الوحي المقدس فاخذت الثلاثين من الفضه والقيتها الى الفخاري في, في بيت الرب, بيت الرب. فكت المشكله بس بس ما هو الفخاري ما كانش هونيك، آه آه. ما كانش في بيت الرب لما يهوذا رد الفضه، م. لكن الفكره كلها انه وصلت الفضه الى الفخاري بواسطه رؤساء الكهنه بواسطه بيت الرب نعم، م. ثم قصفت عصايا الاخرى حبالا لانقض الاخاء بين يهوذا واسرائيل، وهنا م. تبين انه بموت المسيح صار في رفض كامل والعهد انكسر، العصا هون اشاره للعهد والاخاء والوحده م. والنعمه، وبالنتيجه اسرائيل فقدت النعمه وبالنتيجه لم تتمتع برب النعمه يسوع المسيح م. فهل الموضوع كله هون انه مين اللي اشترى الحقل هل يهوذا اشترى الحقل لانه البعض الاشخاص بيؤمنوا وبيقولوا انه مكتوب بطرس بيقول انه عن يهوذا هذا اشترى حقلا هذا اقتنى حقلا ها أه؟ حقلا بالدم يعني بمعنى اقتنى حقلا اي بمعنى انه كانه راح اشتراه وراح بعدين شنق نفسه هذا غلط م. اللي صار انه بيقول لما راى يهوذا انه ندم لما راى ان ان يسوع المسيح حكم ندم ورد الفضه طب اذا اشترى الحقل قبل بفتره بين المحاكمه والندامه كان مش مفروض يكون معه فضه بالضبط الا اذا كان معه فضه اخرى بس الكتاب المقدس بيأكد انها 30 من الفضه نفس الثمن والقيمه مش بس نفس الثمن نفس الفضه نفس الفضه نفس الفضه, نفس الفضة. عشان هيك لازم نكون احنا حريصين من انه سمتايمز احيانا بيكون في تناقضات بنظر البعض لكن هي ليست بتناقضات. امم حضرتك تاسيس في سؤال مهم البعض بيسالوه بيقولوا ان الاناجيل بتذكر أن يهوذا شنق لكن بطرس بيقول انه امعائه طلعت منه. اه هل في تناقض تركب ازاي الاثنين مع بعض؟ هو ما فيش تناقض ابدا على الاطلاق. الاناجيل بتقول انه شنق شنق نفسه يهوذا وتاريخيا يقال بالتقليد انه شنق نفسه في احد على يعني باغصان احد الاشجار وكان في وادي صوب وادي ابن هنوم او فوق م. الوادي م. وهذا الوادي فيه حجاره كثير مسننه ففي على الارجح انه انكسر فيه الغصن فانشق بطنه فاندلقت امعائه او على الارجح الثاني انه لما انشنق في مكان على جنب م. جانبا اكيد هالجثه جثه عفنت م. ولما بتسقط الجثه اكيد بدها تنشق الامعاء فجاءوا ولاقوا الامعاء من, من شقة فاكيد بنتيجة انه تم الامر شنق وامعاء وانا ده شيء بذكرني بعباره او بايات وردت في العهد القديم بسفر ايوب م. وهي متعلم منها درس تفضل اذا بتفضل. في مجال اني اقراها م. بحسب سفر ايوب ايوب 20 بيقول الوحي المقدس بعدد خليني اقرا من عدد 12 بيقول ان حلا في فمه الشر ان حلا صار الشر حلو يعني انحل في فمه الشر وأخفاه تحت لسانه أشفق عليه ولم يتركه بل حبسه في وسط حنكه فخبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه والنقطة حلوة بيقول قد بلع ثروة فيتقيأها الله يطردها من بطنه سمى الأصلال يرضع يقتله لسان الافعى والافعى هون مين الشيطان شيطان. شيطان كانه بيوصف يهوذا واللي حصل ما حتى الصوره اللي, اللي تمت في موت يهوذا نعم فالموضوع واضح انه يهوذا اخذ الثروه لكن م. لم يستطع انه يهتم فيها او او يفرح فيها وهذا وهذا شيء خطير بيعلمنا دروس انه ننتبه على حساب الحق ما ممكن نتهنى على حساب الحق ما فيش بركة بدنا نرجع ندفعها وندفع حياتنا فوق منها مم. فمن أجل ذلك رب يساعدنا الناحية التطبيقية أو الروحية اللي بتشوفها حضرة الأسيس من موقف يهوذا وتسليمه للمسيح بتقرأ الصورة إزاي؟ هل دي مجرد فقط تطبيق نبوة؟ نعم ولا طب... كان الكتاب المقدس يقصد أنه يعلمنا إحنا اللي, اللي انتهت إلينا زي ما يقول الكتاب المقدس اه هو اخر الدور هي بالفعل صوره نبويه مم. الصوره النبويه في العهد القديم على الاقل نستطيع ان نرى بحادثه يوسف يوسف مم. ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم يوسف احب ابو يعقوب وطبعا اخواته غاروا منه حسدوه فلما ذهب ليفتقد سلامتهم كانوا عم يرعوا آه عم يرعوا المواشي مم. لما رأوه من بعيد احتالوا عليه وقالوا تعالوا نقتله ونرتاح منه ومن احلامه فبالنتيجه طرحوه في البئر باعتبار انه بدهم يقتلوه اخوهم الاكبر راوبين ما خلوهم يقتلوه بعدين قالوا لهم طيب اتفقوا مع بعضهم هات نرجع نبيعه للاسماعيليين هلا لما طرحوه في البئر اشاره لطرح المسيح في القبر مم. ولما طرحوه في البئر اشاره لموت المسيح قعد بني اسرائيل جلس بني اسرائيل على طاولة الفصح. اخوة يوسف اخوة يوسف قعدوا ياكلوا مم. بس بني اسرائيل شو عملوا بس حطوا المسيح في القبر عملوا الفصح Yeah. هذوليك قعدوا ياكلوا حد البئر اي بمعنى كان كانه يوسف ميت mm. والشعب آه شعب اسرائيل قعد ياكل الفصح mm. والمسيح على اساس انه ميت mm. فبالنتيجه بنشوف نحن في يعني في يعني آه رموز مش كثيره مشابهات لكن mm. ايضا لما وصل قافله وصلت قافله من الاسماعيليين mm. بالقرب من اخوات يوسف طلعوه من البير وباعوه ب من الفضه للاسماعيليين فباعوه هناك في مصر وبالتالي صار يوسف عبدا الى ان وقت جاء وقت والرب افتقده وعظمه نفس الامر المسيح لما بيع من اخوته بني اسرائيل بيع وبالنتيجه رفضوه مين قبلوه إبلو اهل الامم الامم تعظم المسيح في وسط الامم <applause> بعدين يوسف شو صار فيه يوسف لما ظهر او لما تعرف على اخوته وجاءوا الى مصر بسبب الجوع ليشتروا قمحا فبنشوف انه تعرفوا عليه وسجدوا له سياتي وقت وبنو اسرائيل يتعرفوا على المسيح يوسف الحقيقي ويسجدوا له م. ويعترفوا به ربا ومخلصا نفس الكلام اللي قاله المسيح بمتى 23 ولن ترونني اي عندما ساتي في, في قبل المجيء الاخير م. بالايام الاخيره بنو يتعرفوا عليه م. ولن ترونني حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب م. ونفس الامر قاله بولس الرسول برومي 11 م. انا عارف الوقت عم بدهمنا بولس الرسول قال ان القساوه حصلت لاسرائيل جزئيا حتى يدخل ملء الامم لكن وهكذا سيخلص جميع اسرائيل فاذا بالنتيجه في خلاص في خلاص بالايام الاخيره لمجموعه كبيره جدا جدا من هذا الشعب لانهم سيتعرفوا على يوسف الحقيقي الذي باعوه وسيسجد سيسجد له ويعترف به ربا ومسيحا مخلصا. وانت تذكر قصه يوسف فقرتني بايه قالها يوسف لاخواته لما تعرفوا عليه قال لهم كده لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم نعم. كان يوسف بيقول لهم مش انتوا اللي بعتوني لكن الاستبقاء حياكم لانه كان في زمن جوع ولولا ولا يوسف في مصر انا بعتقد أن كان يو اخوات يوسف كانوا ماتوا من الجوع نعم هذا الامر انه الله حوله للخير بس هذا نعم. لا يعني انه هن لم يخطئوا هن أخطأوا تماما تماما نعم. كما اخطا بني اسرائيل اخطا بنو اسرائيل بحق المسيح، لكن الله حول الامور للخير، الله اله صالح ويحول الاشياء كلها للخير. لكن بقصد ان يوسف كان سبب خلاص لاخواته. نعم. هكذا سيكون المسيح سبب, سبب. خلاص، اصبح خلاص للعالم لكن سيكون خلاص لاسرائيل. نعم هذا هذا الامر 100% سيتم بنعمه الرب. ودي الصوره اللي احنا بناشد بها كل احبائنا المشاهدين ان يسوع المسيح هو جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. إذا كان اخواته ويو... اخوات يوسف باعوا يوسف بعشرين من الفضة، يهوذا باع المسيح بثلاثين من الفضة، لكن تفضل أنا بحب أضيف فكرة سريعة أه. إنه موت المسيح ما يكونش رخيص بنظر الناس، لأنه ناس كتار بيقول لك أنا مش مهتم تماما، ناس كتير كما لو إنه عم ببيعوه ب 20 و30 وفي ناس بيبيعوه بدولار م. ومش سئلانين، لكن سيأتي وقت ويندموا ندم شديد. يعني يهوذا بيقرر في الزمن يهوذا في يهوذا على طول وباستمرار من اجل ذلك الرب يعطي نعمه للناس انه يقولوا له يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا ولا تسمح ان نكون خونة ونقبل قبله الخيانه كيهوذا ارحمنا غسل قلبنا الخاطي غسل قلب الخاطي بدمك يا رب بدم ذبيحتك لانك مت على الصليب لاجل الخطاة املأني بالروح القدس وامنحني م. رحمي ونعمي واعطيني نعمه ان اكون معك في الحياه الابديه والله بيسمع وبيبارك كل ما هو مطلوب منك عزيزي المشاهد انك تفتح قلبك للرب وتقول له ارحمني. هتلاقي الرب اللي هو اصلا واقف على الباب يقول كده واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه هو معي. دي دعوه بنقدمها لك أحباء المشاهدين. يوسف خان سي... آآ آآ اخوات يوسف باعوا يوسف ب من الفضه ويهوذا خان سيده 30 من الفضه. اخشى انك تكون تبيع المسيح لاجل اشياء تفنى. لكن صلاتي النهارده من كل قلبي أنك تقبل المسيح تتمتع بعمل نعمة المسيح في حياتك بكل حياة أبدية أحبائي المشاهدين بشكر حضرة الأسيس بشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من المسيح في النبوات رب معكم